السيد عبد الله الركيبي، صحفي ومحلل سياسي من الصحراء الغربية. مساء الخير سيدي وأهلا بكم. مساء النور وأهلا وسهلا بكافة مشاهدي قناة النهار الجزائرية الرائدة. شكرا لك. إذن بداية سيد عبد الله، شفنا أنه بعد استقالة المبعوث السابق الكندي تأخر نوعا ما تعيين مبعوث آخر ممثل الأمم المتحدة اليوم، وبعد إعلان الاسم الجديد ألا هو ألكسندر إيفانكو الذي سيكون المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، كيف تكون اليوم عمل هذه البعثة ميدانيا بعد توقف لمدة قربت 3 أشهر؟ بداية أهلا وسهلا بكافة مشاهدي قناة النهار الجزائرية. في البداية فقط لربما توضيح بعض اللبس الموجود في التسمية، هذا السيد ألكسندر الروسي هو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤول بعثة المينورسو التي هي كانت دورها أصلا هو مراقبة وقف إطلاق النار وكذلك الإشراف على الاستفتاء في الصحراء الغربية. أما التسمية الثانية التي هي المبعوث فهو ما زال يعني قيد البحث، ما زالت القضية الصحراوية منذ 3 سنوات منذ استقالة الألماني كولر لم يتم تعيين أي مبعوث شخصي، والمبعوث الشخصي دائما يعني لديه الملف السياسي الذي يجمع الأطراف وكذلك يشرف على المفاوضات ويبحث عن حل كذلك للقضية الوطنية. نتحدث اليوم عن ألكسندر هذا المبعوث أو عفوا الممثل ممثل الأمم المتحدة وكذلك مسؤول بعثة المينورسو. نحن نعتبر هذا الموضوع كصحراويين بأنه هذا لا حدث. المينورسو هي يعني جسد بلا روح، هي موجودة على المنطقة لا تمارس أي دور من مهام، جاءت من أجل تصفية الاستعمار وتغرير المصير والإشراف على هذا الموضوع، وهي منذ 1991 تدفن يعني راسها في الرمال، لا تراقب وضعية حقوق الإنسان المتدهور جدا، لا تراقب كذلك الخروقات اليومية للاحتلال المغربي في وقف إطلاق النار، وبالتالي هي بعثة مثل ما قلنا يعني لا حدث، تعيين فقط شخصية كانت تعمل نائبة لهذه البعثة وأصبحت اليوم موجودة على رأس هذه البعثة، وبالتالي حتى ربما تعيين هذا الممثل الخاص للأمم المتحدة يطرح كذلك مجموعة كثيرة من التساؤلات، خاصة أننا نعيش في وضعية متدهورة جدا من حيث الجانب العسكري بين نحن والاحتلال المغربي، ولكن كذلك المنطقة تشهد كذلك تدهور كذلك كبير جدا، خاصة بعد يعني إعلان الجزائر الشقيقة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال المغرب، وبالتالي تعيين روسي شخصية يعني الأمم روسيا موجودة بالأمم المتحدة لديها حق الفيتو، دولة وازنة لديها علاقات جيدة مع كل الأطراف الموجودة في المنطقة خاصة الصحراويين والجزائريين والموريتانيين كذلك. تعين في هذه اللحظة ربما الأمم المتحدة أصبحت فعلا تخشى جديا بأن المنطقة قد تشهد تطورات عسكرية وميدانية مقبلة، المنطقة ربما هي مقبلة على ربما تطورات جديدة، وبالتالي وضع روسي في هذه الوضعية وتعيينه في هذا الوقت بالذات يدعو للكثير من التساؤل، والكثير كذلك من يعني طرح الأسئلة الموضوعية بالنسبة للصحراويين، لماذا هذا الوقت بالذات؟ لماذا الأمم المتحدة تراجعت منذ وقف إطلاق النار إلى اليوم عن تعيين شخصية قوية وازنة تراقب وقف إطلاق النار؟ وبالتالي هناك الكثير من الأسئلة التي تنتظر الأجوبة عن هذا الموضوع. هل المنطقة، هل الأمم المتحدة فعلا باتت تخشى؟ لأن الجزائر اليوم قالت كلمتها بوضوح، كفانا من المهاترات وكفانا كذلك من الهروب إلى الأمام، وبالتالي الصحراويين يسجلون بأنه وقوف الجزائر مع القضية الصحراوية وإعلانها أحد البنود لمقاطعة المغرب دبلوماسيا وضعت بأن القضية الصحراوية تعود إلى جادة الطريق، هذه نقطة كبيرة جدا يحسب لها ألف حساب، وبالتالي برهنت على أن الجزائر فعلا دولة وازنة تحترم حقوق الإنسان وتحترم كذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا ربما هو الملف الذي ربما بات يحرك الأمم المتحدة اليوم وتبحث عن ذرائع من أجل يعني تجديد هذه البعثة وتجديد الروح لها. ولكن أعتقد جازمة بأنه من طلب هذا التعيين ومن وافق عليه هو الاحتلال المغربي الذي يخشى بأنه يدخل في مواجهة عسكرية كبيرة مع الصحراويين، والتي نعم. نعم. نتوقع ربما الأطراف يعني العودة إليها بسرعة. نعم أستاذ عبد الله، ربما في الشقية الثانية ربما أنت تتحدث عن تأخذ الأممي جراء وفي التعاطي مع الملف الصحراوي، لكن في جهة المقابلة جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي، ما أنتم، ما هو تحركاتكم المستقبلية من أجل إعادة الملف إلى الواجهة الدولية وإلزام المجتمع الدولي بمسؤوليته أمام الهيئات الأممية؟
شوف الشعب الصحراوي منذ ولفة 1991 وهو يقدم التنازلات تلو التنازلات، يقدم كذلك يعني الكثير من أجل أن تعود هذه القضية إلى جادة الطريق. الحسن الثاني عندما الراحل الحسن الثاني عندما شعر بأنه يشعر بضغط كبير عسكريا قال بأنه سينظم استفتاء وبأنه يقبل أي قرار يتخذه الشعب الصحراوي، ودخلت البوليساري والشعب الصحراوي في معمعة سياسية منذ أكثر من 30 سنة لم تخرج بأي نتيجة مع الأسف الشديد حتى هذه اللحظة. نحن دائما يعني نمد يدنا للسلام، نمد يدنا كذلك لمن يجد حل لهذه القضية التي تؤثر على شعوب المنطقة وتؤثر كذلك على المنطقة المغربية، ولكن مع الأسف الشديد أنت تتعامل مع دولة مارقة، دولة أصبحت منذوبة وهي الاحتلال المغربي، أصبح نظام كذلك منبوذ في هذه المنطقة وأصبح يجل الخيبات والخيبات، وبالتالي يهرب دائما إلى الأمام، لا يريد حل هذه القضية، وبالتالي قرر الشعب الصحراوي والدولة الصحراوية العودة إلى الكفاح المسلح، وكانت رسالة واضحة بأنه كفانا من المهاترات السياسية، كفانا كذلك من يعني البحث عن سراب لدى الأمم المتحدة التي يعني برهنت بأنها عاجزة جدا، وهذا كذلك بتواطي بعض الأطراف مع المغرب من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا، واليوم تدخل الجرثمة الخبيث وهي الاحتلال الإسرائيلي والصهاينة على الخط الذين يريدون زعزعة هذه المنطقة ودخولها كذلك في مزيد من المهاترات ومزيد كذلك من العبثية، وبالتالي ندعو الأشقاء المغاربة إلى العودة إلى جادة الطريق وبأن كذلك يبحثوا عن حلول تجنب هذه المنطقة مزيد من الويلات، وبالتالي الشعب الصحراوي قال كلمته وهي العودة للكفاح المسلح، حملنا السلاح، نتمنى بأن تعود المنطقة إلى الهدوء والاستقرار حتى نجد حلا لهذه القضية، وبالتالي الشعب الصحراوي لن يتراجع نهائيا ولن يعود إلى ما قبل 13 من نوفمبر، لأن القضية عادلة، لدينا أصدقاء وحلفاء أقوياء يحترمون حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، وبالتالي تعيين ممثل بالنسبة للأمم المتحدة هذا لا حدث. إذا كانت الأمم المتحدة والمينورسو لا تراقب الانتهاكات اليومية بالجزء المحتل من المناطق المحتلة، لا تراقب الانتهاكات اليومية للاحتلال المغربي في وقف إطلاق النار، لا تراقب كذلك ما يتعرض له الشعب الصحراوي من التهجير والتقتيل بالمناطق المحتلة، وبالتالي يعني وجودها فقط للسياحة وكذلك للاستجمام لا أكثر ولا غير. شكرا جزيلا لك عبد الله الركيبي صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من المخيمات المحتلة، أهلا بكم. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.